هيتنج، يبقى هتشغل ايه؟ كولينج وريهيتنج. وريهيتنج احنا مشغلين اصلا كولينج صح؟ هنزود ريهيت اهو. بص معلش اللمبه مش واضحه زي دي. ايوه بس نورت اهي. بص كده مطفي. اما نورت بس هتزود بقى، هتعمل ريجوليشن بقى للريزيستنس بتاعت الريهيت. اسمعوا يا شباب اسمعوا يا شباب. كده بزود الريهيت. خليها كبيره برضو عشان ايه؟ عشان نحس بالدلتا دي. ما خدناش عند 250 مثلا احسن تروح ناحيه الزيرو، فاهم قصدي؟ خليها فوق 250 بحاجه بسيطه عشان نضمن انه شغال. لا ارجع كده بص بقى السيركيت. ارجع كده فكر السيركيت. هو الريت احمد في الشهر ده يا باشمهندس؟ افتكر كده كوم كويس. شغال اون اون على واحد بيقل الهيوميديتي ريشن. بس انا بتكلم الريلاتيف هيوميديتي بتزيد. في فرق ما بين الابساي والفاي. ايوه ايوه باشمهندس. ده بتاع الحق ده بتاع ريفرس او هيت بامبس ودايركت. احنا شغالين دايركت ايه الاول ده نقول الجوانب هنا دي نظبطها على اي وضع ولا يعني لا خليها على الاخير ديت. لا الريهيت كده هيتنج ريجوليشن. مش احنا كنا بنزود الريزيستنس في البريد؟ تمام برضه كده بزود الريزيستنس كده يعني حاجه مش قيمه معينه يعني. اه بس خليها كبيره برضه عشان نحس بالفرق. هتقيس في انهي نقط بقى؟ ايه؟ دي ويف؟ دي ويف. طب ودي مالهاش لازمه؟ لا طب ما احنا عايزين كولينج يا جماعه. في كولينج اند هيتنج. يبقى انت محتاج الفيو كولينج كويل ومحتاج الفيو بتاعت الريهيت. يبقى محتاجين الثلاث نقط. شيل دي. طب احنا عايزين نقيس دي ودي ودي كده صح؟ محتاجين الثلاث نقط عشان الثلاثه بوسس كده صح؟ يبقى هنقيس دي دلوقتي ثاني. ما احنا ما دي ثابته. مش احنا جايبينها المره اللي فاتت؟ اه احنا حطينا حاجه قبلها؟ لا ما يحكيش انا الريجيستر صح. طب ما دي تبقى ثابته. فنزل بقى نزل الدين قبلها فيها ماشي؟ طب ما دي ليه تبقى ثابته؟ هي قبل الريهيت. تمام هتبقى المفروض تبقى ثابته. وبعدين بعد الريهيت. وبعدين درجه واحده بس ليه؟ صح؟ ماشي 55 و6 في المية. بس لما تيجي ساعه الامتحان هتشغل حاجه واحده وهتقيس الثلاثه. طب هتقيس الثلاثه ازاي؟ تقيس الاف كام؟ لحد ما واحده تثبت فيهم ان هي تكتبها وتشغل في الطاوله. فاي و13 و6 ديجري. هو انا في ثاني واحده بقيس الثلاثه ولا الثالثه؟ ايه يا مان؟ شو 8 ونص و6 و باشمهندس هو معيار الرطوبه عندي اللي هو اللي هو دي تعريفين معلش. بس هي اكتر حاجه بتدل خلاص. فاضل اخر واحده اتثبتت يعني ثبتت النتائج دي. فاضل ايه بقى؟ هيتنج اند هيوميديفيكيشن. يبقى نطفي بقى نطفي الباقي. يا باشمهندس كل بروسس لوحدها مالهاش علاقه باللي قبلها. يعني ديت تشغل السبراي والبري هيتر. يبقى نقفل الكمبريسور الاول بعد كده تقفل ايه السرنوي وتشغل ونقفل ده كمان. نقفل الريهيت صح؟ الريهيت وهتشغل الهيتنج على البريهيت صح؟ يبقى بريهيت وتشغل السبراي هيتنج اند هيوميديفيكيشن. في واحده هنا مكتوب سبراي اير ووشر او سبراي ووشر شم. بس دي بايظه يعني ما بتشغلش حاجه يعني ما تجيش بقى ايه تشغله من هنا. افتح على الاخر يعني شغل السبراي شغل البريهيت الهيوميديفيكيشن تفوت الناس قصرت ليه؟ ماشي بس شغل ده بالبريهيت والايروشن. يبقى دي اسالني نقط. تمام من هو شغل البامب. شغل بامب دي ايوه شغل البامب اللي هتشغل الميه اللي بتاعت الناس اللي كانت نايمه مالناش دعوه بيها. مستحيل ما تسالش عليا. طبعا بقى ما تجيش ايه تعرفني النتائج. انا ابقى واقف معاك واشوفك انت بتشغل ايه. احنا كده هنسال نقط. هتسال ثلاث نقط هم ايه بقى؟ اللي هم سي ودي سي ودي وإي. احنا معانا لان احنا غالبا معانا سي ومعانا دي.
لاحظ ان الاي ديت يا اما بعد الكون كوين يا اما بعد الاير ووشر صح؟ بس هنا ما اشتغلناش اير ووشر والكون كوين مع بعض. معقول هنزل بالكون كوين كده وهو عامل له اير ووشر؟ ملهاش لازمه صح؟ ما تلاقيش نفسك اصلا اشتغلتها كده ما تجيش دايركت عشان كده عشان كده عكس بعض عاملهم ليه يعني؟ ما يعقلش يعني عامل اتنين عكس بعض ولا ايه؟ ماشي ماشي. فالاي ديت يا اما بعد الكون كوين يا اما الاير ووشر. احنا كده معناها السي دي المره اللي فاتت سي ودي لا بتفرق يا اما بعد الكوين لسه بقى يا اما بعد الايرو ووشر هتزود احنا في حالتنا دي بعد الايرو ووشر ماشي هتقلب هتزود بقى ايه الايرو ووشر اخر واحده معلش هي موديفيكيشن بس ليه في الريتو الايرو ووشر بس ليه في الريتو يبقى نيس ايه ايه بس ايه بس الدي والاي اس دي ودي انا بيلزمني قبل الوشر يعني اس قبل وبعده قبل وبعده لا لا مش عارف يعني بتجاوب عليا حاسس ان انا ما بفهمش حاجه قلنا كيو دوت كيو دوت يا جماعه يبقى قبل وبعد المفروض يعني تبقى راحت يعني والله انا راحت والله بس انت انت مش مركز يا جماعه احنا لازم لازم نحل المشكله دي في الاسم شعور كده احنا لسه ما خلصناش من دي احنا لسه لسه ما اسمه يا رجاله حد يجي يعني مش فين اللي يلا يا باشمهندس الوشر لا يا بيه ليه يا عم دي وليه بس دي وليه احنا لسه احنا مشغلين لسه بريد مش بريد والوشر احنا لسه النتائج اصلا بتاعت بريد والوشر لا لسه طب خلاص يبقى السي والدي ودي السي والدي ودي كمان شويه لا هيتشغل واحد كده يمسك لغايه دلوقتي ضايع عشان دي ممكن تخش بس بعد ما واحده تثبت ان ايه ويس ال ايه والله يا جماعه التجربه سهله انت تشوف انه مطلوب منك وتشغل اسهل من تجارب تانيه كتير اسهل من تجارب تانيه كتير فعلا هي واحده بس من خمسه اللي احنا قلناهم دوت هتشغلها هنشوف ايه المطلوب هتحسب مثلا كيو دوت بصوا يا جماعه بعد ما ممكن يبقى مطلوب منك حاجه واحده بس مثلا كون كوين بس ممكن يطلب منك الايتا كون كوين فاكرين الحاجات دي؟ ممكن يطلب منك الفاي باس فاكتور ممكن يطلب منك الابريتس نيو بوينت مطلوب منك بقى في الريفر ماشي يا كلام محدش خلاص كده يا باشمهندسين ممكن يبقى مطلوب منك الكيو دوت بتاعت الهيتر الشارت بتاع الفريو تبقى معايا وترسم لي بروسس عن الشارت اللي انت عملتها لسه شويه لا مش هتصور مش هتصور انا ليه طيب التجربه كل اللي فيها تشغل فانا وتشغل حاجه معاها تسمع التكه وترجع تقول عشان تلف حتى تسمع تكه تقوم راجع تاني الفاريبل سبيد ودي التكه برضه ولا شغاله على طول اللي هي بتاعت الريهيتر لما ازود لا دي شغاله على طول دي عشان ازود انا اشغل الريهيتر وبعد كده بزود الريزيستنس الاير ووشر من هنا بايظ ما تنساش يعني في ناس ما شغلتوش من هناك وخدتها بقى ايه عشان انت بتفكر ان ده بايظ نفتح عم مشغل ده بقى ومطلع بقى نتائج ده مش شغال اساسا حد يقول ما حدش يكتبها احنا لازم نخدم الدفعه هو المفروض بقى واحد فيكم بقى ايه يوم جاي قبل الامتحان يوم كاتب عطلان مش عارف بايظ مش عارف ايه قصدي بص على هناك ده لا ما تكتبش حاجه لازم ايه عشان الناس لا ده انا كده ما ساعدت بقى الناس اللي دايما ما لهاش دعوه ما لهاش دعوه المطلوب بقى منها في التقرير بقى عشان احنا معانا دلوقتي القرايه نعمل ايه؟ مش هتاخد دقيقه بس بعد ما نخلص الخير خلاص احنا خلصنا لسه هنقيس حاجه تاني هيفضل غير وشك يبقى هنفصل معلش خلاص يا باشمهندس خلاص ولا لسه؟ خلاص يا باشمهندسين يلا يا جدعان خلاص اخر واحد لسه فين؟ لسه ما سبتتش شويه كده
كل الدنيا كلها ونشغل ونشغل ايه اير ووشر بس هو ده بتاع الدايركت يبقى ايه اني نقط عن اير ووشر ايه الاي والدي باشمهندس انا مش حط بقى الجهازين ما نشتغلش ريفرسيت لا مش هنشغلها بس احنا ممكن نشغلها ده بقى ممكن بس انا مش هشغلها ايوه بس في التقرير او في الامتحان مش هشتغلها مش هشغلها ريفرسيت طب يا باشمهندس مش بقى احنا عايزين نشوف المايه وهي سخنه بقى بس يا باشمهندس هو كده اصلا ده موضوع ريفرسيت ودايركت مش مهم اصلا دلوقتي في الاسبري لوش انا مش بشغل دايره الفريون اصلا صح مش شغال اهو بس بعمل بس بغطي بالهواء بس دي بتاعت السولونويد فالف بشغل الفالفات اللي بتظبط ال طب يا باشمهندسين لو طلبت منك يحسب الام دوت ووتر بتاعت الدوت ووتر بتاعت الكيو بتاعت الموشر يعني ممكن يجي لك برضه في الامتحان يجي يقول لك احسب شوف الهيومديتي هنا الهيومديتي قبل وبعد ونشوف الدنيا الهيومديتي قبل وبعد في الدوت اير صح البريشر ماشي دلتا اوف صاي في الام دوت اير ايوه حاجات دي بقى ثابته ايه التمبريتشر بتاعها ثابته ولا ده ما التمبريتشر بتتغير ثابته كونستنت ويت بامب التمبريتشر ويت بامب الوشر بس الوشر بس هو غالبا لما بيطلب منك اير ووشر يبقى هتحسب ام دوت ووتر يبقى فرق نفسه في واحد بقى طبعا مش حافظ القوانين دي مالناش دعوه بيه طبعا تخيل انت هتشغل زي الوشر وطلب منك ام دوت ووتر مش عارف القانون ده هو دلتا الابصاري على طول ام دوت اف دلتا الابصاري مش عايزينها في اي حاجه ما تنساش الترم بتاع الوتر في الزيت في حساب الكيو بتاع كل كويس يا دكتور اللي انا بحسبها دي بتاع دراي دي صح سي 4 طب وليه طب ما نجيب دول نطلع مش توتر ايه بس هتوتر عشان الاتش ايه طب ما احنا نعمل حاجه حلوه احنا نجيب سي 4 نحطها هنا في النص بعد كده نعمل ايه لا مش طب ما نجيب 7 8 نجيب 18 بس انا كليه واشغل كومبريسر لوحده بس انت جاي تقول لي واحده اللي هو خالص انا مش هنسيبك حاسس بقى اتعور ده صح عايز اضرب عايز اضرب وش خلاص اتفقت بقى طب صارح انت شويه طب صارح انت شويه ده احنا شغالين يا باشمهندس كده وصلنا شويه والله هتتعب والله نشوف بقى بعيد نشوف الحركه بتاعتنا هنعمل لهم حته قصيده بحفله فيتنا بجد اه لا صباح اسمع بقى انت كده بقى يا شوان حتى ليك جيب الاصابه يا جدع جيب الاصابه والقلب في الصدر سترينج تمام تخيل صباح يا جدع امسكته وبص فكت به دورا طوال نظرا الى بس مش معايا بس مش معايا كده على كده عشان صح كده صح صح خلاها يوم حفله اكسبانشن ولا حاجه خليني افتح ايه لسه يا جدعان مش عارف انا اعلى من البريميتر انا شغاله وبس مش انت اعلى من البريميتر ما تطمعش اكتر من كده وتطمعش اكتر من كده صوم يا عم صوم يا صوم ريت الجوميت بتاعت ان على التمبريتشر كده صور فيها كل السطوات برضه بتبقى